بسم الله، هنشوف دلوقتي الـ transportation problem. اللي هي مشكلة النقل. طيب تعال نشوف المسألة بتقول ايه. بيقول a firm has four factories، شركة عندها أربع مصانع. مبدئيا هما تلاتة بس، هو الدكتور غلط يعني، هما تلات مصانع factory A و B و C. which ship their output to three warehouses، يعني بتشحن منتجاتها إلى تلات مخازن، warehouse 1, 2 and 3. The capacities of the factories for 1 month، يعني دي الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال شهر. The requirement of warehouses for 1 month، وطلبات المخازن لمدة شهر. And the costs of shipping 1 unit from each factory to each warehouse in dollars are given below. ومدينا كمان تكاليف واحدة، تكاليف شحن كل وحدة من المصنع إلى المخزن. يعني مثلا هو مدينا هنا شايف factory A إجمالي الإنتاج بتاعه الكاباسيتي الطاقة الإنتاجية بتاعته 200 أقصى حاجة بينتجها، factory B أقصى حاجة بينتجها 150، وإنتاج factory C 250، ولما جمعنا إجمالي إنتاج التلات مصانع طلع 600. طيب عندنا في الأعمدة warehouses يعني المخازن، المخزن الأول التاني التالت. المخزن الأول requirement يعني demand الطلب بتاعه عايز 200 وحدة، المخزن التاني عايز 200 وحدة، المخزن التالت عايز 100 وحدة، وإجمالي طلبات المخازن التلاتة يطلع 600. تمام، يبقى كده المصانع بتنتج 600 وحدة والمخازن كمان عايزة 600 وحدة. ايه السؤال بقى؟ احنا عايزين ننقل 600 وحدة دول من المصانع الى المخازن بأقل تكلفة. طيب مدينا هو ارقام في النص، دي مثلا 2، دي 2 ايه بالظبط؟ دي 2 دولار، دي تكاليف نقل الوحدة الواحدة من المخزن A الى warehouse 1، بيكلفنا 2 دولار للوحدة الواحدة. مثلا الـ4 دولار دي تكاليف نقل الوحدة الواحدة من الفاكتوري B الى warehouse 2. مثلا الواحد ده هو تكاليف نقل الوحدة الواحدة من المصنع B الى warehouse 3، وهكذا. خلاص دي التكاليف. السؤال بقى بيقول find an initial solution، يعني هات الحل المبدئي to this transportation problem using northwest corner. northwest يعني الشمال الغربي، يعني فوق على الشمال. انا دلوقتي هحل لك بثلاث طرق زي ما الدكتور جاب السنه اللي فاتت. هنحل بنحل بالنورث ويست والنورث ايست و ليست كوست، وفي الثلاث حالات عايز ايه؟ التوتال كوست. طيب خلينا نمشي واحده واحده. انا عملت تاني الجدول ده اللي انت هتعمله بقى في ورقه الاجابه، تعمل جدول زي ده كده. خلاص هنشوف مثلا اول حاله اللي هي اسمها نورث ويست، يعني الشمال الغربي. بص لما نيجي نعمل كده الايه الاتجاهات، ده النورث وده الساوث، ده ايست وده ويست. خلاص احنا دلوقتي في طريقة اسمها ايه؟ نورث ويست، يعني احنا هنا، يعني احنا دايما عيننا هتبقى فوق على الشمال. تمام. طيب تعالى فوق على الشمال هي دي احنا في الخلية دي اللي فوق على الشمال. احنا اول حاجة بنشوفها ايه؟ بنشوف طلبات الخلية دي ايه اللي هو اللي تحت ده، وبعد كده نشوف المصنع بتاع الخلية دي فيه كام. طيب تعالى نشوف كده عند الاتنين، دي البداية بتاعتنا عشان احنا شغالين ايه؟ نورث ويست فوق على الشمال. عايزة 200 اللي هي اللي تحت دي، واحنا عندنا في المصنع ده 200. حلو قوي، خلاص نديها ال 200 اللي هي عايزاها. خلاص نشطب دي، خلاص المخزن ده مش عايز حاجه تاني، والمصنع ده كمان اتشال. وبص بالقلم الرصاص هتقوم تشطب انت على دي لان ده خلص، وتشطب كمان على دي لان ده خلص. خلاص انا عايزك توقف الفيديو وترجع تاني للحته دي اسمها تاني. طيب احنا بعد ما شطبنا فاكتوري 1 ووارهاوس A هندور تاني على نورث ويست اللي فوق على الشمال. اسف. دلوقتي اللي فوق على الشمال بالنسبه لنا هو الاربعه. طيب تعال نشوف الاربعه دي عايزه كام. عايزه 300، لكن المخزن اسف المصنع بتاعنا ده فيه 150 بس. يبقى انا وانا واقف عند الاربعه بشوف الاول اجمالي العمود بتاعها، وبعد كده اشوف اجمالي الصف بتاعها. طيب هي عايزه 300، احنا مش عندنا غير 150.
خلاص هنضطر نديها 150 بس، وكده المصنع ده ما بقاش معاه حاجة فهيتشطب. والمخزن ده كان عايز 300، خد 150 منهم، لسه باقي معاه 150. تاني عايزك توقف الفيديو وترجع تشوف الحتة دي. طيب دلوقتي احنا هندور تالت مرة على النورث ويست، الشمال الغربي. احنا ما بقاش معانا دلوقتي غير التلاتة والتمانية، فوق على الشمال هي التلاتة دي. طلباتها كام؟ 150، لكن احنا عايزين 250، يبقى احنا هنديها طلباتها 150 واحنا عندنا 250، يبقى احنا هنديها 150. خلاص انا مش عايزة حاجة تاني. والمصنع ده ادى 150، بقى معاه كام؟ 100. نشطب ايه؟ ويرهاوس بي. خلاص اتشطب، ما فاضلش معانا غير الخلية دي. الخلية دي عايزة 100 واحنا عندنا 100، خلاص نديها 100 وخلاص مش عايزة حاجة تاني. فالويرهاوس سي هيتشطب، والمصنع ده خلاص هيتشطب، كل حاجة خلصت. طيب عايزين نحسب التوتال كوست، اجمالي التكاليف. نحسبها ازاي؟ شايف فاكر دي كان $2 تكاليف نقل الوحدة لواحدة. طب احنا لو هننقل 200 يكلفونا كام؟ 400، اللي هي 2 في 200. طيب نفس الكلام هنا، هننقل 150 وحدة وتكاليف الوحدة الواحدة 4، يبقى هنضرب 4 في 150 زائد دي كمان هنضرب 3 في 150، وآخر حاجة هنضرب 8 في 100. الآلة الحاسبة بقى يطلعوا $2,250. خلاص يبقى احنا هنا اشتغلنا بايه؟ نورث ويست. طيب هنشوف دلوقتي طريقة تانية اسمها نورث ايست. يعني احنا هنبتدي من هنا ماشي، من فوق على اليمين نورث ايست. ده جدول تاني اهو، هتعمله انت برضو من الاول في ورقة الاجابة. دي طريقة بقى نورث ايست، فوق على اليمين. طيب هنبتدي من هنا نفس الشغل بالظبط، بس كل المشكلة كل الفرق ان احنا هنبص فوق على اليمين بدل فوق على الشمال. طيب اول خلية اللي هي الاربعة دي اللي فوق على اليمين عايزة 100 واحنا عندنا 200، فهنديها 100 وخلاص انا مش عايزة حاجة تاني. وكده الوير هاوس ده اتشطب، والمصنع ده لسه باقي معاه 100. طيب يبقى كده العمود سي ده اتشطب، فانت بقى بالقلم كده هتحط القلم ده على العمود رقم سي عشان ما تتلخبطش. خلاص يبقى ده ملغي خلاص. طيب فوق على اليمين هي التلاتة دي، التلاتة دي عايزة 300 واحنا مش عندنا غير 100 بس، خلاص هنضطر نديها 100 بس لسه هتبقى عايزة كام؟ 200. والمصنع ده خلاص اللي معاه، فايه اللي اتشطب؟ المصنع ده فاكتوري واحد اتشطب. طيب تاني عينينا هتبقى فوق على اليمين اللي هي دي، لان احنا الفاكتوري رقم واحد اتشطب وير هاوس سي اتشطب. اي حاجة انت مش فاهمها وقف الفيديو وارجع اسمعها تاني. طيب يبقى هنا الخلية اربعة دي عايزة 200 واحنا عندنا 150، خلاص يبقى هنضطر نديها 150 بس، ده اللي معانا بس، هي لسه عايزة كام؟ 50. والمصنع ده ادى كل اللي معاه فاتشطب. طيب مش باقي معانا غير التلاتة والواحد، ناخد مين؟ احنا شغالين نورث ايست، فوق على اليمين، يبقى هي دي تلاتة. التلاتة دي عايزة 50 واحنا عندنا 250، هنديها 50 خلاص مش عايزة حاجة تاني، ده كده اتشطب. والمصنع ده باقي معاه كام؟ 200. ما بقيش عندنا غير الخلية دي، عايزة 200 واحنا عندنا 200، خلاص هنديها 200 وتتشطب. خلاص المخزن ده اتشطب والمصنع ده كمان اتشطب. برضو هنحسب توتال كوست، اجمالي التكاليف، فهنضرب 1 في 200 زائد 3 في 100 زائد 4 في 150 زائد 3 في 50 زائد 4 في 100. نحسب يبقى 200 300 600 150 400 1650.
طبيعي ان هما ما يطلعوش زي بعض، مش لان دي طريقة ودي طريقة تانية. طيب خلينا نشوف بقى تالت واحدة هنحلها باستخدام، خلينا ماشي احمر total بليست كوست. طبعا الدكتور في الامتحان هيقولك تحل بايه، يعني ده امتحان كان عايز بانهي طريقة، كان عايز هنا بالنورث ايست اللي هي تاني واحدة انا حلتها من شوية. طيب خلينا نحل بقى بالليست كوست اللي هي اقل تكلفة. يعني ايه اقل تكلفة؟ يعني انا بقى مش هبتدي لا فوق على اليمين ولا فوق على الشمال ولا الكلام ده، انا هدور على الارقام دي، الارقام دي اللي هي بتمثل ايه؟ كوست، وهندور على ليست كوست اقل تكلفة. طيب ما احنا هيواجهنا مشكلة، ايه المشكلة؟ اقل حاجة هنا هو الواحد، بس الواحد ده مرة هنا ومرة هنا، طب نختار مين فيهم؟ مش هتفرق، اختار اي واحد خلاص. يبقى لو لقيت رقمين زي بعض اختار اي واحد. طيب مثلا انا هختار ده، يبقى ده احنا عايزين 100 واحنا عندنا 150، خلاص هنديله 100، ده مش عايز حاجة تاني، وده لسه باقي معايا 50، نشطب ايه؟ warehouse C. طيب كده العمود C اتشطب معانا، دلوقتي العمود A والعمود B، هندور على تاني ايه؟ ليست كوست. ليست كوست هي دي، هي الواحد. طيب الواحد ده عايز 200 واحنا عندنا 250، خلاص نديله 200، خلاص هو مش عايز حاجة تاني، والمصنع ده لسه باقي معاه 50، وهنشطب warehouse A. مفضلش معانا غير warehouse B، احنا شغالين بالليست كوست اقل تكلفة، اختار اي واحد. هنختار مثلا 3 دي او دي، اي واحدة فيهم، عايز تبتدي باللي فوق باللي تحت مش هتفرق، هبتدي باللي تحت المرة دي، عايزين التلاتة دي، عايزة 300 واحنا عندنا 50، خلاص هنديها 50، وتبقى لسه عايزة كام؟ 250، وده خلاص خلص اللي معاه فهيتشطب. طيب اللي بعده عندنا التلاتة دي والأربعة، نختار مين؟ ليست الأقل هو التلاتة. طيب التلاتة دي عايزة 250 واحنا عندنا 200، خلاص هنديها 200، وتبقى لسه عايزة 50، وده خلاص اتشطب. اخر حاجة معانا هي الاربعة دي، الاربعة دي عايزة 50 واحنا عندنا 50، خلاص هنديها 50، ونشطب ده ونشطب ده، وكله اتشطب. طيب تعالى نحسب total costs اجمالي التكاليف، هنضرب بقى 1 في 200 زائد 3 في 200 زائد 4 في 50 زائد 3 في 150، ولا دي كام؟ لا دي 50، انت في الامتحان بس عشان تتأكد، بص دي 200 اهي تحت، ودي هنا 250 و50 اللي هم يطلعوا 300 صح، وهنا 100 صح، تمام يبقى دي 50. طيب وبعدين زائد 1 في 100 يبقى معانا 200 و600 و200 و150 و100، طلع 1250. طبعا طبيعي بديهي يعني ان دي تطلع اقل واحدة فيهم، لان احنا شغالين اصلا بايه؟ بليست كوست بقى، احنا بندور على اقل تكلفة، فشايف دي طالعة 1250، شايف اللي قبلها كانت تكاليف عالية 1650، اللي قبلها كانت تكاليف اعلى كمان. المهم ان النورث ويست والنورث ايست يعني ما تعرفش تفرقهم مين هيدي تكلفة اقل، لكن الاخيرة اللي هي ليست كوست دي دايما تكلفة اقل. تمام، انا مدي لك بقى كذا مثال في الورق، هو كله نفس الايه، نفس الطريقة. كان في مطلوب تاني، في مطلوب تاني كده هتلاقي الدكتور كان بيجيبه في الامتحانات السنين اللي فاتت، بس هو ما ادهوش السنة دي، خلاص هو ادالكوا بس المطلوب ده.